المرأة أيضاً نالت حصتها من دعم ومساندة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فها هو يحضر إلى المؤتمر 12 لمجابهة العنف ضد النساء في بغداد ليؤكد وقوفه مع إنصاف المرأة أمام عطائها وتفانيها وتربيتها وأخلاقياتها. حقيقة نشعر بخجل كرجال وكمسؤولين أيضاً. الكاظمي قال خلال كلمته أمام المؤتمرين، قال جملة لم يسبقها إليه أحد من الرؤساء، قال إنه يشعر بالخجل كرجل وكمسؤول من تعنيف المرأة في مجتمعاتنا المتدينة والمحافظة المحكومة بالتقاليد والموروثات، بينما يحث الدين الإسلامي على احترام المرأة وصونها، وكذلك فعل الأسلاف ليعلمون التصرف السليم. وتساءل الكاظمي عمن يسمح لنفسه بأن يهين امرأة أو يعنفها لفظياً أو جسدياً. الكاظمي شدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للنساء كافة من التعنيف وعلى كل المستويات الرسمية وغير الرسمية، معترفاً بأن هذا الأمر مهم لدى حكومته التي تعتبر إن المرأة ما تزال تنتظر من الحكومة المزيد لتنال كل ما تستحقه. رئيس الوزراء تطرق خلال كلمته إلى مشروع قانون مناهضة العنف الأسري المطروح أمام البرلمان حالياً والمختلف عليه بصورة كبيرة جدا بين النواب، مستغربا من موقف الرافضين لهذا القانون والمعرقلين لإقراره وتشريعه لإنصاف المرأة التي ترزح منذ عقود طويلة تحت وطأة القهر المجتمعي. الكاظمي لفت انتباه الحضور وغالبيتهم من النساء طبعا حينما قال في كلمته أمام المؤتمر إن المرأة هي نصف المجتمع في الخطابات فقط وليس في القوانين والتشريعات، وإنها نصف المجتمع في التصريحات الصحفية فقط لا في الممارسات الأخلاقية، وهي نصف المجتمع في القصائد الشعرية الغزلية فقط ولكن ليس في منزلها حتى. واسترسل رئيس الوزراء قائلا إن المرأة تعي أكثر من الرجل ما هو الوطن، لأنها تعي ما هو البيت، فهي التي احتضنت العائلة حينما خرج الرجال للحروب الطاحنة والطويلة، وهي التي كابدت مآسي سنوات الحصار المؤلمة من جوع وفقر وعوز وفاقة، وهي التي حمت أبناء من الانجرار في تيارات الطائفية ما بعد العام 2003. معلنا في ختام كلمته عن نيته تشكيل وترأس المجلس الأعلى للمرأة في العراق قريبا جداً.